قول لي اسمك ايه؟ موت. طيب انت هنا من انت قول لي ايه اكتر حاجه حصلت لك او اكتر موقف حطيت فيه من ساعه يعني بدايه الثوره لحد دلوقتي، اكتر موقف اثر فيك؟ اوكي، هو فكره التاثير يعني اكتر حاجه اثرت فيا ان احنا بقيناش بنحس دي عموما، ده بقى في موقف المفروض ان هو ياثر فيا بس ما اثرش. يوم الاحد اخر حد دخل في الجيش كان عصام، اخر عصام بعد عصام وزرك كان عصام في الميدان، لما الجيش دخل فاضل الميدان في كنا احنا في عياده كنتاكي، فكان في مصاب الجيش كان نفسه هو نادوا علينا عشان يطلع نجيبه، لما رحت وصلت له كان هو بيفلفص الروح ومات فيه. استغربت له ان انا ساعتها حتى ما اتضايقناش لا انا ولا اللي معايا، وقلنا للناس خلاص الراجل مات. قصه جديده المفروض الموقف ده ياثر فيا مش عارف هو ده اكبر موقف عدى عليا. انت ليه لابس الماسك؟ المفروض ان الماسك ده بيوصل للناس فكره ان احنا هننزل نولع ونخرب. انا واحد من سنه 25 من ساعه ما نزلت وانا كنت بقف في عياده، فوصل فكره معينه ان انا لابس الماسك وبقف في عياده. نفس الوقت الماسك ده احنا كلنا اتفرجنا على الفيلم بيمثل لنا حاجات كتير قوي، يعني ثوره صح كانها ثوره صح، فانا بقول ان انا ماشي على خطى الراجل ده زي ما ناس كتير معلقه تشتري جباره او لابسه فدان عليها جباره. انا فندتا بيمثل لي الوش اللي هو مش معروف للناس كلها، الناس كلها واحد بس على طول بيضحك مش فارق معاه حاجه وبيعمل اللي هو عايزه، بس حاله تعرف هو حاسس بيه انت بس بتشوف اللي هو بيعمله ده. الماسك دي الفكره اللي عايز اوصلها، ما تحكمش على وشي ما تحكمش على الرياكشن بتاعي دلوقتي. انا ده لو واحد غيري لابس لبس غيري بيتحط نفس الماسك هو انا برضه، واحكم على احنا هنعمله مش عايز دلوقتي. املك ايه للمستقبل؟ المستقبل قريب ولا بعيد؟ القريب ان الجيش ينزل يكون على سخن عشان الناس ترجع تاني تتكلم مع بعضها. المستقبل بعيد بجد، املي ان ابني لما يكبر ما يقولش ابويا نزل عمل مظاهره في الميه وما خدش حقه في انزل انا في الميه. ده املي بجد.